فرتاها فراش. افرض ما لقيت جدك، تفضل حابس نفسك وقاعد حارز نهار للمره دي وقع عمرك. لكن انا مستني عليها عشان ازلها وهي محبوسه قبل ما اقتلها. والحقه اني مستني جدي، ما اثرش فيها الحبسه. وبعدين انا لو سبتها ممكن تمخر راسي وتخليني بكلامها وحديثها الناعم دي اسيبها تعاود. ولو ما سبتهاش تعاود مش بعيد الحكومة توصل لمكانها ويقبضوا علي. يبقى ما فيش غير حل واحد، اخلص منيها وادفنها واتويها. ابقى عملت اللي طلبه جدي مني. حصل لك يا فراج؟ طخطاش طلقة ليه وخلصت روحك؟ ليه حسيت كيف ما تكون اتشليت ولا قدرتش تدوس على الزنات؟ ايه بجدبان؟ انت سبق وقتلت قبل كده وكنت كيف الوحش. اشمعنى المرة دي؟ ايه بس اللي جرالي؟ المرة دي سحرت لي ولي عشان ما قتلهاش. اهدى اهدى الصوت ده، رب النار ده يا صدر يا رب، قلت في رب ومين اللي اتقتل؟ الطف بينا يا رب، الطف يا رب. ساتر احيا ولدي ضرب النار اللي برا ده. كنت بتمرن على النشان، اشوف لسان يا استاذ ولا خبت؟ ربنا ما يجيب خيبه. انا عارف الرصاصة الجاية هتبقى بقلب مين؟ ربنا يعينك على حالك. وتقعد فاتح المصحف في كده على طول ما تكفلي وشك. بعد جدك! هنهزروا فيها دي؟ ده كلام ربنا، لا يمسه إلا المطهرون. طب ما أنا طاهر ومستحمل. فين الطهارة دي؟ احنا هنضحك على بعض؟ والهبابة اللي في يدك دي تعمل بيها ايه؟ بعد 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 بقول لك. انا بزلف دي كمان. استغفر الله العظيم يا ربي، استغفر الله العظيم يا ربي، ارحمني يا ربي من اللي انا فيه. القعدة دي هتطول لغاية ميتة. استغفر الله العظيم يا ربي. كبار ده يا بنتي قمر 14. ربنا يسعدك. يلا يا حريم اطلعوا على الجنينه عشان تتعشم وتروحوا بدري، النهارده الخميس. يلا يا حبيبتي، يلا يلا اطلعي عشان ترتاحي وتغيري خلقاتك. يلا
والله مكتوب عليك يا زينة تتجوزي جوازة ما كنتيش تحلمي بيها، وانا امك بقية عمرنا هنرمح في السرايا دي رمح. دلوقتي نعرف اذا كان عريسك سافر الكويت ولا متدس هنا في السرايا. بتبصلك بيه ليه؟ أمل عيني منيكي. شيلي بقى شيلي الحاجات دي. ما انت كنت بتشوفني رايحة جاية قدامك. أيوة بس أبوكي كان لزقني ده كيف أبو شبت ما عارفش أخد راحتي معاك. لا أزعل منك، ده برضك أبويا وعمدة البلد. أيوة ماله ولاد الورد ينسك العليك جميلة قوي. قمر 14 يا ناس. أنا طول عمري قمر، بس أنتوا اللي طول عمركم يا صفوانية زي الجارة هتمدوا البر. من الليلة هتمدوا الجو. استنى هغير الفستان. لا ما قدرتش استنى. والله ما قادر. استمر يا والله ما قادر. إلا إن الساعة طويلة. بقول لك إيه، برج من أفوخ عايز تعال تعال. أنا قلقانة قوي على هنية. أنا ما فهماش بس إيه اللي وداها فرح بنت مصلحي؟ أنا سألتها قالت لي إنها رايحة تعمل الواجب. واللي رايح فرح ويعمل الواجب يقعد بعد نص الليل، ده غير إنها ما بتردش. أنا هقوم أروح لها الصفونية. تروح فين يا ولدي؟ الوقت متأخر دلوقتي. خلاص أنا هحاول أكلمها تاني يمكن ترد. ألو؟ أيوه يا فرحة. أنا سليمة مفيهاش حاجة، مش قلتلكم هحضر فرح زينة؟ لا هما مسكوا فيا عشان أبيت عنديهم الليلة عشان الوقت تتأخر. ها؟ موطي صوتي عشان ناجي أم العروسة نايمة جاري خاف تصحى. ما تقلقيش أنا الصبح هعاود إن شاء الله. بالسلامة انتي. بسم الله. يا سلام، ايوه الموز برضك المهم. زين تعال تعال تعال. انت ما تهددتش يا هارون؟ اتهدد كيف؟ ده انا جوايا صحة ضد زمان، ده انا مستني الساعة دي من زمان. يا ارض احط معاك. تعال تعال يا زين. طب وصى خلينا نام. تنامي؟ مفيش نوم الدلادي، ده الليلة ليلة أنا وسرور. أنا كابس عليا النوم. لا مفيش نوم، أنا هتجوزك عشان تنام ولا إيه؟ تعالي 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 في حضني. ما تتفاجئش تاني. ماشي 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 ماشي. أنا كيف ما خدتش بالي منيك وأنت بتكبري وتتدوري وتحلوي كده في بيت أبوكي وسبتك كمان تتجوزي راجل أكبر منيكي؟ إيه؟ راجل عفش غريب أكبر منيكي أكبر من أبوكي. وأنت كنت هتشوفني كيف وأنت باصص على نسوان ثانية متزوجين ولابسين على الموضة من برا هلا هلا ومن جوا يا عم الله. إيه صح عندك حق. كنت هتشوفني كيف ولا تاخد بالك مني ميتة؟ ما كنتش أعرف إن أبوك مربي فرصة في بيته. عارفة يا زينة يمين بالله العظيم أنا اتجوزت نسوان كتيرة ما فيش حد بسطني زي هيك. إيه والله صح يا هارون. إيه وحياة صابعك إني كيف بنحشها. أم هارون يا بوي كنت فاكراك يا زينة اتجوزتي حمدان ومدرياه في السراي، أتاري اللي اتجوزتيه هو أبوه.
وبعدين يا هني ايه العمل؟ لو حد طلع وشافك حتبقى مصيبة. لكن مصيبة ليه؟ هون اللي عامله العمله ومتداريه. انا لازم اضرب على الحديد واسخن. دي فرصتي وجات لي. سيبني يا هارون، قلت لك تعبانه. صباحيه مباركه يا عرايس، ولا الفجر لسه ما طلعش؟ هميه انت كيف جنات يا بنت ودخلت عليا كده؟ قالك علي شويه جوز عمتي، خلي اللي باقي من صحتك لعروستك العافيه. انت اتسرسبتي كيف ودخلتي جوه السراي من غير ما نحسوا بيكي؟ مبروك الجواز يا جوز عمتي، عامل لي عريس ولا بروق عليك وبتدس في سرايتك ولا حد داري بيك؟ انت هتعذبيني يا بنت الحرام. انت انت دخلت كيف؟ انت بنتك سودا بنتك. ايه ده يا جوز عمتي؟ كنت هتموتني لو العم مصلح لحقني. يا ريت ما لحقك يا ريت. انت يا حيه يا عقرب تدسي في السراير وش الفاج وتخشي علينا اوضتنا؟ انا مش مصدق كل ده يطلع منك يا هنيه. مالك ومال؟ عاوزه منين ايه واكله ناسك؟ اكيد عايزه تعرف مين اللي متدسي في السراير. ما عملتها قبل سابق وجات وقعدت تتلفت حواليها كانها بتدور على حد، وعملت نفسها بتتفرج على العفش الجديد للسراير. سكت ليه هارون؟ طب سيبونا انا وهنيه وحدينا. سيبك مع العقربه دي. زينه اسمع الكلام. قوم يا زينه. يلا فز يا نجيه. تعال يا هني، تعال اقعد هنا. ايه اللي خلاك تعمل كده يا هني؟ ها؟ وعايزك تجاوبيني بصراحة ربنا كده. المرة دي ما حدش هيحوش عنك. بصراحة يعني يا جوز عمتي، أنا كنت فاكرة إن حمدان هو اللي متدس في السرايا مش أنت. اشمعنى يعني؟ أنا قلت يعني إن هو اللي بعت عم مصلح لينا بالفلوس عشان يطمن على واد ولده، وكمان هم كانوا عاوزين ياخدوا الولد عشان يقعد معاهم هنا في السراي عشان جده يشوفه. لما جيت هنا اتفاجأت إن أنت اللي متدس في السراي مش حمدان. حد خد خبر بالحكاية دي؟ لا، أنا حتى يعني قلت لأمي وفرحة إن عم مصلحي مسك فيا بيت معاهم هنا عشان الوقت اتأخر. وانت ناوي على ايه بعد ما عرفت ان انا مستخبي هنا في السراي؟ سرك في بير يا جوز عمتي. انا ايه؟ ورحمة ابوي ما هنطق بكلمة واحدة. وانا هستفيد ايه لما اقول حاجة زي دي؟ انا لو طول اخبيك جوا رمش عينيا هعمل ايه؟ معرفش ايه، نفسي اصدقك. المية تكدب الغطاس. انا عاوزاك تتهنى بعروستك، وانا الصبح همشي ان شاء الله. واعتبرني خرصة وعمية وطرشة كمان. يمين بالله ما مصدق اللي انت عملتيه ده. انت ايه؟ شطان؟ من عشر القوم يا جوز عمتي، تعلمت منك ومن حمدان واخلاص كمان، واخرتهم هيمة اللي لها فلوسي ورماني في السجن. ماشي انا هطلع دلوقتي كلام. ها خليك انت قاعدة هنا، لما النهار يطلع ابقي روحي. بس انا كان لي عندك طلب يا جوز عمتي. طلب ايه هني؟ يعني انا لسه خارجه من السجن وما فيش شغله ولا مشغله وفلوسي لهفها هيمه يعني. ايوه يعني عايزه كام؟ ربع مليون جنيه. بتقولي ايه؟ ما تفهمنيش غلط. وايوه صاحب انت وسعيد. يعني عاوزه اشوف حالي اعوض الايام السوداء اللي قضيتها في السجن. طيب سيبيني يومين كده وانا احاول ادبر لك 100,000 جنيه. ربع مليون جنيه يا جوز عمي؟ تلاقيك صارف قد كده على فرستك الجديد، يعني مش خساره فيه. يا فراج يا ولدي يا ولدي، رد عليا الله يرضى عنيك. يا فراج يا ولدي،
ايه ايه عايزاه؟ عاوزاك تجيب لي دواء. الله يرضى عنيك يا ولدي، بس تسمحك يعني. دواء؟ فاكره نفسك في مستشفى خصوصي عاد ولا ايه؟ معلش يا ولدي، انت قبل سابق بردك جبت لي دواء. كنت حمار، حمار بديل وابو ادنان. ده الوقت خلاص خلصنا، مفيش دواء. ادعي ادعي، قول يا رب. انت مش ست مبروكه؟ خليه يشفيكي من غير دواء. يا رب يا رب اشفيني يا رب، واشفي كل مريض يا رب. اشفيني يا رب، واشفي كل مريض يا رب. اتفضل. ايه يا هارون، ما نمتش من امبارح ولا ايه؟ هذا كيف مين يجي له نوم بعد اللي عملته العقربه اللي اسمها هنيه؟ انا قلقانه قوي، خايفه لا تبلغ عنك. انا رايي تهمل السرايا كام يوم لحد ما نطمنوا. لا 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 زينه، شيل الحكايه دي من راسكم. هنيه ما تعملش كده، مش ممكن تاذينا يعني. في النهايه احنا قرايب برضك. قسما عظمه، لو العقربه دي خطت برجليها هنا تاني لكون كسرها لها. لا لا يا زينه، هنية تجي السرايا وقت ما هي عاوزة. انت بتقول ايه؟ انا رجل بيتي ورجلك، وكلمتي هي اللي تمشي، ولا لك رأي تاني؟ لا لا رأي تاني ايه؟ زينة ما تقصدش يا هارون. تعال يا مصلحة، عايزك تعال. اي ماشي. ايه حكايتك يا هارون؟ وهنية قالت لك ايه عشان يكده مالي يدك منها؟ لها سرايتك تاجي وقت ما هي عايزة. قلت لك ما تقلقش يا مصلحي، الله المثل اللي تعرف ديته اقتله. ايه؟ هتقتلها؟ اقتل مين يا رجل خرفان انت؟ انا ناقص بلاوي. امال تقصد ايه يا هارون؟ هنية اللي عملته دي طمعانة في قرشين، يعني كلبة وبتجري ورا عظمة، نرميها لها. انت كده ريحتني، اذا كان على الفلوس ماشي اهو نسد خشمه بيها. ايه بقول لك ايه، انا عايزك تكلم المدير المالي عندي في الشركه وتقول له يجهز لنا ربع مليون جنيه. ايه يا ابوي، هتدي ربع مليون جنيه؟ مالي وانا حر فيه؟ ايه هتحاسبني ياك؟ لا يعني في الاول يعني الوضع مختلف. مختلف قصدك ايه؟ بس يعني ان دلوقتي مالك يعني انت وبتي. لا اسمع يا راجل، انت هزت عينك تسمع منك الكلمه دي تاني؟ احسن يمين بالله اطلق بتك دي وبصحتك. يا هارون يا هارون، انا قلبي عليك. وياك وياك تجيب سيره لبتك بالحكايه دي. لا يبقى دبور وزن على خرمش. يا هارون، انت اول مره تمسكنا المسكه دي وتقول الكلام الواعر ده. بفوقك بفوقك، حسك تكون افتكرت ان السرايا دي بقيت ملكك تبرطع فيها يمين وشمال وتبقى الامر الناهي عشان جوزت بنتك. على الاقل دلوقتي انا نصيبك يعني حماك، وبعدين ده غير ان انا ولد عمك. انا قلت لك اللي عندي. آه يا راسي، راسي مفلوقة يا فراج. آه يا أبوي يا فراج، يعني راسي هتتفرتك يا فراج. الله يرضى عنديك يا ولدي. اكلت راشي اكلت راشي. المليون جنيه اهو. مليون جنيه جبتهم منين دول؟
اتصرفت من جماعه حبايبي. اهم حاجه دلوقتي يا ريس هاشم عايزك تاخد شنطه الفلوس دي وتطلع بيها على اولاد الليل في الجبل، بس اوعى حد ياخد منك الفلوس دي من غير ما يوصلك للحاج نصر. متخافش في رقبتي، هاخد رجالتي واطلع الجبل وان شاء الله مش هعاود اقول الحاجه في يدي. ربنا معاك يا ريس هاشم، انا حاسس ان الخير هيبقى على يدك المره دي. خير خير ان شاء الله، قولوا يا رب. يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هتكلم على ابي؟ اه طبعا. ايوه على ابي. الرئيس هاشم لسه واخد شنطه الفلوس ونازل من مكتبي حالا. رجالي بابيك الله ابراهيم اتصحصحوا. بس كنت هجيب المليون جنيه دول منين يا رشيده؟ ضابط المباحث هو اللي اتصرف في المليون جنيه يا رشيده. انا خايفه الاولاد اللي يشوفوا الحكومه يهربوا بالفلوس وما نوصلوش لامي. ما تقلقيش يا عليا وتقلقي، انا معاكي ابوس ايدك ان شاء الله خير، واكيد علاء بيعمل حسابه. طمنوا يا جماعه، الرئيس هاشم ماله يده من الحكايه دي، والضابط علاء عامل احتياطاته كويس. وهو علاء ده كان عمل لنا ايه لما حسن اتخطف وبعدي امي؟ استر يا ربي. ايه كمان شر؟ مالك يا ابني؟ ادعي ستك يا حسن، ادعي لها كلكم ربنا يردها بالسلامه. ادعوا كلكم يا رب. ربي يرجعك يا امه. يا رب يا رب. استنوا طوف. اي فندم. خد مجموعه وامن من الناحيه دي. تمام يا فندم. وانتوا تعالوا ورايا. بابيكي ده فين الشنطه ابراهيم؟ فضل يا راس معطي مليون جنيه بينقصون جنيه. تمام خدوا شنطة الفلوس يا رجالة. لا لا يا ولد عمي ياخدوا ايه؟ اشوف الحاجة الاول تاخد المليون جنيه. ايه شكك فينا يا ريس هاشم؟ لا ريس معاطي مش شك ولا حاجة، بس يعني حق حق. واذا قلت لك الفلوس الاول وبعدين يجيبوا لك الاماني؟ ما ينفعش. ايه ما ينفعش يا ريس معاطي، أشوف الحج الأول معززة مكرمة تستلم المليون جنيه. كله يرمي سلاحه، ارفع ايدك لفوق. المكان كله محاصر. صبت علاء متشكر يا هاشم، كفايه عليك لحد كده. خد منه شنطة رؤوف قبض عليهم. بح عملتها فينا يا هاشم. نصرة 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 اهدي مالك مرميك دي. نصرة فوق يا نصرة فوق يا نصرة.
حاسه فيها النفس. وعاك تموت يا نصرة. يا نصرة. يا نصرة فوقي. كانها غميانة ولا ايه؟ اعمل ايه انا دلوقتي اروح فين؟ اعمل ايه؟ وعاك تموت يا نصرة. وعاك تموتي. اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه دلوقتي؟ انت فين يا جدي؟ انت فين تجي تتصرف مع المره دي قبل ما تموت؟ لكن انا هجيبك منين؟ مفيش غير حل واحد، يمكن اطير في حد من الصفونيه يدلني على مكان جدي. كيف تهت عني الفكرة دي قبل سابق؟ فراس يا ولدي توحشتني كتير يا فراس، توحشتني كتير. ربنا يخليك يا جدي، وانا كمان توحشتك كتير. انا ما مصدقش اني شفتك ولقيتك. اقعد اقعد يا ولد اقعد. ايه طمني، اخبارك ايه؟ زين يا جدي زين. أنا كنت خايف الحكومة تكون قبضت عليك. لك سبع ولد سبع ولد سبع كبير. عفارم عليك يا فراس. لكن أنت كيف مدس عينيك ده يا جدي؟ ما خايفش الحكومة تعرف عنك حاجة وتطرف مكانك؟ لا لا طمن، أنا بخير يا ولدي. تتحدث مع مين يا هارون؟ عفريت؟ فراس بقى اللي كانوا هيدلونا على مكان امي تحبسهم. يعني ايه يا علاء بيه؟ نيجي ونقول لك بنفكر في ايه؟ تقوم تضيع مننا الخيط اللي هنجيب بيه عمتي نصرة؟ هي دي المساعده اللي قلت لنا هتساعدنا بيها؟ ايه ده بس يا سالم، اكيد علاء بيه عنده سبب للعمل ده. انا فعلا ما كنتش ناوي اقبض عليهم، انا كنت حسانه لغايه لما يروحوا مع هاشم لمكان الحاجه وبعدين هنطب عليهم وننقذها وساعتها كنت هقبض عليهم. امال ايه اللي حصل؟ ترجعت قلت كفايه عليك قضيه ولاد الليل وشكرا. ايوه عصوره في اليد يعني. الدرجات دي ما عندكمش ثقه فينا؟ عموما انا عذرك ومقدر موقفك، بس اللي عايزك تفهميه بقى يا دكتوره يا محاميه ان انا كنت مراقب هاشم كويس قوي لما ودى الفلوس لولاد الليل، وحسيت من كلامهم ان هم ممكن يكونوا عايزين المليون جنيه وان هم ما يعرفوش طريق الحاج اصلا. يا مصيبتي، يعني حتى ولاد الليل ما يعرفوش مكان امي؟ يا علاء بيه احنا اعصابنا تعبت دلوقتي، عايزين حل. أرجوكم تهدوا، إحنا بنعمل معاهم محاولة وأرجو إن هم يستجيبوا ليها، وساعتها بقى هنعرف إذا كانوا يعرفوا طريق الحجة ولا لأ. ده كل اللي حصل يا جدي. يعني نصرة ديلوك مرمية مضمن عليها في البيت اللي أنت حابسها فيه؟ أيوه. طب همي بينا نروح لها. جدي عمري قالت تقول لي الحقيقة، أنت صح كنت سبب في موت أمي من قهرتها علي عشان شركة نصرة جريتها وخطفتني مني عشان تأدبها. ده مين المخبول اللي قال لك الكلام ده؟ آه تلقاها نصرة سممت راسك بالكلام العافش ده وضحكت عليك وانت صدقتها عشان كده جاي تسألني. أجد رد علي أبوس يدك. أقول لك يا ولدي عشان تطمن، نصرة هي كانت السبب في موت أمك، قست قلبها علي وحرضتها ضدي، كان نفسها يبقى فيه مشكله بناتنا، وانا ياما حذرت امك وقلت لها خلي بالك بالمره السوداي، لكن مفيش فايده لحد ما ماتت. كان لازم اخدك يا ولدي عشان اربيك، يعني نصره هي السبب في موت امك. يلا يلا روحوا لها قبل السر الالهي ما يطلع. قول لي هو فين البيت دي اللي انت حابسها فيه؟ مسافة ساعة من هنا بالعربية. معك سلاح؟ ايوه، مع فردين معمرين في العربية. عفارم عليك. مرتك كانت هتروح فيها. احنا ما كناش حكينا لها اللي انت عملته مع فراش، اتهيأ لها انها مات. مرتك؟ ايوه زينة، لا انها شايفة عفريت فراش. بس الحمد لله فوقتها وبقت زينه،
سيدي وحكيت لها على كل حاجة. انت اتجوزت بنت عم صلحي يا جدي؟ انا هطلع غير هدومي عشان ما فيش وقت. ها اخيرا عثرت فيك يا نصرة، هتبقى روحك في يدي. يا نصرة خلاص الحكاية قربت وروحك ما حدش هياخدها غيري. هو ده البيت يا جدي؟ هو ده؟ ايوه. نصرة حاجة نصرة، انت كويسة يا حاجة؟ رؤوف الإسعاف بسرعة. هنعمل ايه يا جد دلوقتي عشان نلاقي دراعك ده؟ ايه قلبك عليا؟ قلبك عليا؟ جيت وجبت الحكومه وراك. لا جد انا كنت راجع بالطريق زين والحكومه ما ظهرتش الا عند البيت. جبت للنصرة ميتم بعد ما قعدت عندك المده دي كلها بتوكل وتشرب فيه. بعد كده تجي الصفريه كان خلاص الحكومه عرفت مكانها وكانت هتقتلني. انا يا جد ما بعرفش اعمل ايه بالمره دي. كنت قتلتها وخلصت منيه. جدي اعملك بيه كيف؟ انت قلت لي انك عايز تقتلها جدك وتشفي غليلك منيه. غلطان انا اللي عملتك ده. دي اخرتها. اخرتها اي؟ يا جدي يا جدي ممكن الاجواء ماتت وبكل تعب ده ما راحش على قدر. خد امسك اطلب عمك مصالحي اطلبه. الو يا مصالحي بقول لك ايه؟ تعال لي دلوقتي بالايوه بالعربيه وحديك. اي انا اوصف لك المكان. منور الدنيا علاء بيه، اهلا بيك. منوره بوجودك يا استاذ احمد. تعبناك معانا. لا علي يا استاذ سالم. يا مرحب يا مرحب. الله يرحب بيك يا حاجه، الحمد لله على سلامتك. تسلم لي من كل ردي. ما احكيلكيش يا حاجه على المجهود اللي عمله علاء بيه عشان ترجعي لنا مره ثانيه بالف سلامه. كتر خيره الراجل والله. الله يبارك لك علاء بيه، واد حلال صح. الله يخليك يا حاج، انا ما عملتش غير الواجب والله، ده شغلي. كلك واجب. اتفضل قهوتك. اتفضل. شكرا يا استاذ سالم. قهوتك يا عم. حطها. مين اللي خطفك يا حاج؟ هو جنابك يعني جاي تحقيق معايا يعني؟ لا
لا ما تاخذنيش يا حاجه، هو مجرد استفسار. هو انا يعني صراحه كنت في حاله ما يعلم بيها الا ربنا، يعني ما كنتش مركزه، يعني مش مركزه خالص، يعني ما كنت ما عارفهاش. هتقولي ايه في ايه يا ستي؟ قولي مين اللي خطفك؟ طيب مواصفاته يا حاج، يعني تقدري تقولي لي اذا كان طويل قصير لون بشرته؟ اه هو انا كنت في حاله تسمح يعني ادقق في لون بشرته؟ لا ده انا جنابك ربنا اللي كان يعلم بي، كل جنابك كان يغمى علي وافوق ويغمى علي وافوق. اقول لجنابك ايه؟ يعني ما شفتهوش قبل كده يا حاجه؟ لا ما شفتهوش، هو مش من بلدنا، احنا بلدنا ما يعملوش العمله الشينه دي. فيها ما تقولي له ما لمحتوش يعني؟ ما تركز امال يا سالم كده، في خرفان انا ولا ايه؟ اركز يا ولدي. عموما ماشي، الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. أنست وشرفت. كتمتها في قلبي وما قدرتش أقولها لحمدان بعد ما كلمني ليلة امبارح. الظاهر نسيبه صفت أبو اليسر، كان كل اللي يهمه هو جوز أخته. جري ورمح هو المحامي بتاعه لحد ما طلعه من القضية الأولانية، وبكرة طلعه من الثانية. أكيد حمدان هيشوف لك صرفة في قضيتك لما يجي. كلمه وكلم نسيبه. يا دراعي. لسه دراعك بيوجعك؟ ايوه اتخذت على اخواني، كان ممكن اروح فيه بعد الشر عليك. بس المهم ان الحكومه ما تلقاش دليل ضدي في الحكايه دي. وانت مالك؟ هو انت اللي كنت خطفت ناصره وادبتها؟ لا، بس أنا اللي حردت فراج على جديه وضربت على الحكومة نار، وكمان لو عرفوا اللي أنا عملته مع فراج عشان يبان إنه اتقتل، دي هتبقى كومة قضايا جديدة. وهم هيعرفوا منين؟ ما هي لو نصر عاشت وما ماتتش أكيد هتقول للحكومة إن اللي خطفها هو فراج. إن شاء الله يجي لنا خبر نصرة ونرتاحوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام. ايه مالك يا مصالح لابوزك ليك ده؟ ناصر واكله ناسها، لحقوها ونقلوها على المستشفى وبقت زياده. انت متاكد من الكلام اللي بتقوله ده؟ ايوه، شيخ الغفر سمع من ناصر واد فتح الله اللي بيشتغل في الجرنان مع احمد جوز بنت ناصره، هو اللي قال له الكلام ده. ايه ده اخرتها؟ ارجع اعرف الجبل من تاني. تبقى مصيبة لو نصر نجيت وما ماتتش وقالت إن أنا اللي خطفتها وإن لساني حي، ساعتها الدنيا هتتقلب علي، تبقى قضية جديدة لجدي، وهو عمره ما يسامحني على كل دي. تاتوحة رحتي فين؟ دي بناها شتك من الحكومة، لحقتك وقطرت فيك يا بنت المركوب. بس أنا اللي غلطان، كان لازم أقتل التنين عشان ما أسيب شاطر ورايا. كيف ما قتلتكيش يا نصرة؟ كيف؟ يا كناس نصرة دي رجعت الصفونية. رجعت الصفونية؟ ايوه. ما تزعلش نفسك يا هارون، وهي هتروح مننا فين؟ فراج جاهد يخلص عليها المرة الجاية. فراج أكيد الحكومة بتدور عليه بعد ما انكشف الملعون. اطمن اطمن يا أخوي اطمن، نصرة ما جابتش سيرته ولا في تحقيق النيابة ولا في تحقيق المباحث. أنت متأكد من الكلام ده؟ طبعا متأكد. طيب هي بنتها ماتوش ليه؟ ما أنت خابر نصرة، ما حدش يقدر يعرف إيه اللي في راسها. مش عارف إيه اللي في راسك يا نصرة.
زينة. زينة يا ابوي، ما لقيتش غير بنت عم مصلحي تتجوز المرأة العزبة اللي ابوها كان طمعان في الرجل الكبير اللي جوزها له قبل سبق. هو انت اتجوزت السماح اللي ابوها كان على كد حاله، وبعديها اتجوزت بسمة بنت سداد؟ انا غيرك يا ابوي، انت هارون بيه، عضو مجلس الشعب وكبير الصفوانية. ده كان يا ولدي، انا دي الوقت محكوم عليا بالاعدام. كتر خير عمك مصلحي، هو ومرته وبنته تووني وداروا علي وشافوا كل طلباتي. وهو صادق دي خليته يبقى عمد وقعدته معاك هنا في سرايتك. يا صح، بس عمك مصلحي عرجل غباوه كان على الفط من قفاه، ما يشوفش قدام، وكل ما يشوف بنته نفسها قصيره ولا ضيق كان يزعق لها. انك هتبص لها ولا ايه؟ هتجنني ولا تخبل؟ انت بتزعق ليه؟ عمك مصلحي عنده حق يا ولدي، البنت جوزلي يعني هي مش من المحرمات. وبعدين بيني وبينك يعني كنت جوزها سهل، ابوك محروم من صنف الحريم يا ولدي من يوم ما اتسجن. اقطع دراعي عن مصلحي ورا الجوازه دي وعمل اللي عمله ده لاجل ما تطلب يد بنته. طب انا خسران ايه يا ولد؟ البت فرصه زينة، وهي زينة فعلا ومريحانة على الآخر وشايفة كل طلباتي. وبعدين يعني بيني وبينك يعني مريحانة على الآخر. ماشي يا أبوي، جوزتها عرفي مش كده؟ رسمي إيه بس يا أبوي؟ كان كفاية عليها ورقة جواز عرفي وتقطعها يوم ما تزهق منيها. ما تلقاك خايف انها تشاركك في الورث من بعدي ولا تجيب لك اخ؟ اطمن يا حمدان، انت عارف يا ولدي الدكاتره قالوا لي قبل كده ان انا ما اخلفش من يوم ما وقعت من على الحصان. ما قصديش يا ابوي. خلاص يا ابوي، ما دام انت مبسوط انا اللي يهمني راحتك. انا قلت انك هتقول كده لما تعرف. ماشي. يا ابوي ليك عندي خبر إن شاء الله يبسطك. إيه خبر إيه؟ صفوة أبو اليسر نسيبي ناوي يرشحني على قوائم من الحزب بتاعه في الانتخابات الجاية. مبروك يا زينة، مبروك جوازك من أبوك. الله يبارك فيك. أنا عاوزك تطمن، أبوك في عينين. ودي عايزة كلام. بقول لك إيه يا حمدان؟ أيوه. ما تقول لصفوت بيه نسيبك يشوف موضوع أبوك يعني ويعمل معاه زي ما عمل معاك. إن شاء الله. أنا عايزكم تباركوا لحمدان. على إيه؟ هيرشح نفسه للمجلس عن دارة الصفوانية إن شاء الله. معقولة؟ طيب وأنت يا هارون؟ أنا مش لما أخلص من المصيبة اللي أنا فيها دي. استني أنت. ده مين اللي هيجينا دلوقتي؟ أنا هشوف مين. مين على الباب؟ أنا هني، افتح يا زين. إيه اللي جايبك ساعة غدا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حمدان كيفك يا هنية؟ عن إذنك يا هنية. ما تقعد يا هنية، برك الحمدان، بركيله طلع من القضاء اللي كانت عليه. ألف مبروك يا دي نهار النادي. اقعد يا هنية الله يرحم والدك، اقعد اتغدى معانا. لا أنا سبقتكم. اكده برتك يا جوز عمتي تداري علينا الخبر الزين ده. معلش يا هنية ما لحقتش اقول لك. تعرف لو امي وفرحة عرفوا هيفرحوا قوي. طيب قولي لي، رامي وتصالح الله يرحمه عامل ايه؟ زين الحمد لله. انا بكره اجيب فرحة ورامي يجوا يسلموا عليك. طيب وماله؟ قول لهم يجوا بكره اشوفهم.
ماشي. ايوه بس تديني خبر قبل ما تاجي، ها؟ عشان اطلع انام في اوضتي، ما عايز حد يشوفني. ما تقلقش، عقبال ما نبركولك على البراءة انت كمان يا جوز عمتي. الحمد لله على سلامتك يا طن. تسلمي حبيبتي من كل ردي، ده انتوا شرفتونا ونورتونا وزودتونا. الله يخليك يا حاج. اكرمك ربنا، والورد الجميل ده ريحته جميلة. على فكرة يا طنط، بابا حكى لي عنك حاجات كتيرة قوي. يعني حكى لك حاجات عفشة ولا حاجات زينة؟ يعني إيه؟ يعني حاجات حلوة ولا حاجات وحشة؟ لا حاجات حلوة طبعاً. ربنا يحلي أيامك يا حبيبتي. أنا كنت عايزة أعتذر لحضرتك يا علاء بيه. تعتذري لي على إيه؟ تعتذري له على إيه؟ أنت عملت في الراجل إيه؟ قلت له حاجات أيام ورطتك يا أمه. يعني حاجات زينة ولا عفشة؟ لا 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 يا علاء، ده بنتك دي حكاية بسم الله ما شاء الله. الله يحفظك. مفيش داعي للاعتذار، وبعدين أنا عارف كويس قوي الظروف اللي كنت فيها يا ستي. ما محبة اللي بعد خناقة. مش حاجة يعني. ربنا ما يجيب خناقة، إن شاء الله محبة بس. المهم دلوقتي يا دكتورة، ما كنش ثقتك في القانون اتهزت. لا دكتورة إيه، لا خلاص قول لها عليا بقيت مننا وعلينا، مش قالت لك زينة ولا عفشة؟ ده لا عشان يا حاج. ما تقوم يا رشيدة تضيف الناس. حاضر ياما. طب يا حاجة، بمناسبة الضيافة، علاء بيه كان ليه طلب عندك. طلب عندي؟ ده لو طلب عناية التنين مش خسارة فيه. تسلم عينيك يا حاجة، كتر خيرك. هو الطلب عند عليا بنتي، يعني ليك قضية جنابك هتوديها لها؟ بصراحة اه. خير إن شاء الله. أنا جاي أطلب إيد عليا. عليا دي؟ يا مصيبتي، حمدان رجع السرايا؟ خلاص ما بقيش عليه أحكام؟ كنت فاكراكي هتفرحي لما تعرفي. أفرح؟ أفرح كيف؟ أنا دلوقتي اتأكدت إن هو اللي كان بيبعت لنا مصالحي بالفلوس. وماله؟ مش واد ولده وعاوز يطمن عليه ويشوفه؟ يشوفه؟ حقه. وإذا أنت ما وديتيش رامي عشان يشوفه، هو هيجب نفسه عشان يشوفه، ساعتها هيقلب عليكي. أنا بقول يعني نهوده شوي ونوديله الواد عشان يشوفه. ولو خده مني بالغصب؟ اطمني، ما هياخدهوش، هو مش فضيله. قصدك إيه؟ لا مفيش. بصي بقى عليا، بصراحة كده على طول، علاء بيه من أول ما شافك وهو معجب بيك جدا. معجب كيف يعني؟ شافها واحدة بنت ناس محترمة مهذبة واخدة الأمور جد. عجبته جدا جدعنتها لما راحت اتخانقت معاه خناقة الرب السما وقلبت الدنيا فوق دماغه، بخصوص الرئيس هاش ما سابتهوش لغاية لما أفرج عنه. معلوم، ما هو كنت يحب خناقه. وعلى فكرة هو كمان يعرف كل ظروف علي. مالها ظروف علي؟ ما هو كمان عنده ظروف، مش عنده بنت عروسة؟ ظروف دي ولا مش ظروف؟ وماله؟ ما هي اللي هتكون من نصيبه دي بنته هتكون كأنها بنتها، ولو علي وافقت كان ربنا عوضها عن عدم الخلف. ايه رايك يا علي؟ انا متفاجئه يا امي، ما فكرتش في الجواز من بعد طلاقي من يحيى. ما تفكريش في الجواز ليه؟ عجزتي؟ ده انت الف من يتمناك. بصي يا علي، فكري في الموضوع كويس قوي وخدي وقتك. بيني وبينك علي حد باين عليه ابن حلال وراجل ويعتمد عليه، بصراحه خساره يروح منك. انا هوفر عليك الكلام، انا خدت براءه في كل القضايا اللي عليا، ما فاضلش بس حاجة بسيطة. براءة؟ في كل القضايا؟ كيف يعني؟ شايفك ما فرحناش ببراءتي. استفض، انت جاي عاوز ايه؟ جاي اسألك، ايه اللي قلتيه للأخ همام ده؟ ها؟ بتتهميني بالباطل ان انا اللي خطفت نصرة واتبتها؟ ولو حلفت لي على المية تجمد يا حمدان، ما فيش غيرك اللي عملها. طيب لو انا اللي خطفتها سبتها ليه؟ ها؟ وبرضك لو خطفتهم زي ما بتقولي، نصر ما اعترفتش عليا ليه؟ الله اعلم،
شوف يا بنت الناس، حمدان اللي كنت تعرفيه زمان ده خلاص راح لحاله، اللي قدامك دلوك واحد تاني خالص. ايوه جلولي، جلولي بتصلي وبتصوم الحمد لله، لكن محدش يقدر يضحك على ربنا يا حمدان. ماشي بكره اثبت لك. لا تثبت لي ولا اثبت لك، احنا خلاص كل واحد فينا هيروح لحاله. انا هاجر لك بيت عندنا في الصفونيه تقعدي فيه، واجي ازورك وقت ما يعفني كيفي. وفر بيتك وفلوسك يا حمدان. انت ايه مش اتجوزت تاني؟ خلاص طلقني من دلوقتي، تنسي موضوع قضية طلبك مني دي خالص. وأنا ما حنساش يا حمدان، ولو أنت ما طلقتنيش المحكمة هي اللي حتطلقني. لو ركبت راسك يا بسمة، اليوم اللي حتطلقي فيه في المحكمة هيبقى آخر يوم في عمرك. أيوة كده، اظهر وبان على حقيقتك، دي بسعران وقتل قتلة. احمدي ربنا أنا لسه شريكي بعد عملتك السودة مع نصرة، لما اتفقت معها عشان الحكومة تقبض عليا. بعد عني يا حمدان وزيادة عقعد، انت عاوز مني ايه؟ اقول لك ومن غير لف ودوران، انا لسه ما نسيتش ايامنا الحلوة الاولانية لما اتجوزنا في الجبل، فاكرة يا بسمة؟ ها؟ انت الوحيدة اللي بسطتيني وريحتيني بعد اخلاص. عرفتي ليه؟ أنا جايلك برجلي لحد هنا؟ وأنا ما عاوزاكش يا حمدان، أنا بكرهك بكرهك وما طايقاش أتصورك. في واحدة برضك تكره جوزها اللي حيبقى سيادة النايب. سيادة النايب؟ يلا يا رام، جدك جه تحت وعاوز يشوفك. ما تنزليش معانا؟ انا دقيقه كده واجي وراكم. يلا يا رام. بص ليش كده؟ انا ما عرفتش اشكرك كيف هديه. اوعاك تقولي كده يا جوز عمتي، انا يهمني تكون راضي عني وسامحتني. لا بسامحك وقلبي صفر من ناحيتك. طبعا انت عايز الربع مليون جنيه. اوعاك تقول لي ما هتقدرش تديهم لي. لا انا عندي وعدي. تعالي معي واتجه امك. لا استنى الاول، انا عاوزه بقيه فلوس اللي نصب علي فيهم هيمه. هيمه؟ روح خذيهم مني. وهو فين؟ هرباب من ساعه ما اقتحم السجون، ما عرفلوش طريق. يبقى لازم تعطر عليه عشان يرجع لي فلوسي. عطر عليه كيف؟ اجيب منادي ينادي عليه يعني؟ شوف يا جوز عمتي، من مصلحتك قبل مصلحتي انك تعتر فيه. شبهنا؟ هي التهمه اللي انت اتسجنت بسببها دي، مش بسبب ان هيمة شهد عليك؟ يا معلوم. يبقى لو عترت على هيمة وخليته يغير كلامه ويقول ان الكلام ده زور عشان في بيناتكم مشاكل، يبقى ما عليكش تهمه. انت عرفت الكلام ده منين؟ ما انا سالت المحامي بتاعي اللي كان ماسك لي القضيه، هو اللي قال لي الكلام ده. انت فكرك يعني انا ما فكرتش في الكلام ده؟ بس هنعطر على هيمه كيف؟ وحتى لو عطرت عليه هقنعه كيف انه يبرأني؟ هيلبس التهمه بدالي، دي فيها اعدام. اعدام يا هني. وحشتك يا رامي، وحشتك يا حبيب جدك. وانت كمان يا جدي. طيب قول لي، عجبتك الحاجات الجديده اللي جبتها لك؟ كتر خيرك يا ابو صالح، ما كانلوش لزوم تعبك. تعب تعب ايه يا ابو سعيد؟ ده انا اتوحشكم كلكم. ازيك يا حمدان؟ تسلم يا هني. نستأذن احنا عاد؟ لا تستأذنوا فيه، انتوا لحقتوا تقعدوا؟ احنا نتغدوا مع بعضينا. لا انا ورايا شغل. شغل؟ هو يعني الشغل حيطير يا فرحه؟ زينه. حاضر يا حمدان، قوام الوكل هيكون جاهز. يا فرحه، كان لازم تروحي معرض الملابس ده.
خالتي قالت حاجة تشغل بيها نفسيها. أيوة يا حمدان، أصل المصاريف رامي كترت قوي. طيب كل شهر حبعت لكم 2000 جنيه. لا احنا ما عاوزينش حاجة. ليه؟ ما تجيود أنا رامي ده ولا إيه؟ فرحة ما تقصدش يا حمدان. طيب كل يمين عاوزك تجيبي لي رامي يقعد معايا ويروح آخر النهار. كل يمين؟ مالكش صالح انت يا حمدان، انا هجيبه لك على حبه عين وخلي فرحه في معرضها. ما شاء الله ما شاء الله، الف مبروك عشان ما تشتكيش بعد كده من قعدتك في البيت وحدك. ومبروك عليك انت كمان. اشمعنى؟ الجماعه اجروا لك المحل وفرشوا وانت ما غرمتش جنيه، وكمان هتاخد معاهم مكسب بالنص. ايش قلت لك؟ معرفتهم كلها فوائد. اللي يشوفك باللي انت لابسه دي يقول عليك ان انت بقيت واحد منيها، ولا دجنك اللي انت سايبه زي عش العنكبوت. وقت احسك لا يسمعوني. اسمع ما اقول لك، لو حد جه سال المحل عامل ايه والشغل عامل ايه، قول لهم دكان مش شغال. ليه؟ هو انت ناوي تلعب المكسب وحدك يا؟ انا وياك بالنص. اللهم قوي ايمانك، روح عشان تلحق صلاه العصر قبل ما تفوتك. السلام عليكم. للأسف يا حماتي المباحث ما قدرتش توصل للي خطفك انت وحسن. صح صح، الحديد ده ما قدروش يوصل للي خطفني. هو صح بس مالك كده؟ كان الخبر فرحك؟ لا فرحني يا ولدي، ابعد عنيك خبر يغم. على فكرة هما لغاية دلوقتي لسه ما لقوش هارون، بس شاكين ان هارون كان مع اللي خطفك في عربيته ساعة ضرب النار. يعني هم ما تحججوش مني مين اللي كان معاه في العربية؟ لا لا محولة هو ولا غيره، ما هو أساس العربية كان غامق ما بينش مين اللي قاعد جوه. معقولة يكون فراش راح جاب جبته عشان يخلص علي؟ اكده برضك يا فراش، هقول ايه؟ مش بيدك الأصل الردي غالب يا ولدي. على فكرة حماتي علاء بيه سأل على عليا. حماتي حماتي هو معاك يا ولدي. معايا فين؟ بقولك علاء بيه سأل على عليا. سأل عليها ليه؟ ما يصطبر علينا شوية يمهلنا أبابة في إيه؟ هو لعبة ده جواز جواز. الله، ما هو راجل ما غلطش برضه يا حماتي. الحاج يا ست الحاج. في إيه؟ طوحة ديخة وبترجع وقعت في الحمام. شوف يا حمدان يا ولدي، أنا لما فكرت في كلام هنية لقيته كلام معقول. إحنا لازم ندور على اسمه هيمة ده ونجبره إنه يغير أقواله كيف ما عملنا مع سيوفي. طيب سيوفي وكنا عارفين مطرحه، هيمة دي هنجيب طريقه منين؟ من ساعة ما هرب السجن لا حس ولا خبر، وممكن يكون سافر بره مصر. مش عايز مسافر شيء يا ابوي. حتى لو لقيناها تفتكر يعني هيطلعك منيها ويشيل هو القضيه لوحده؟ ساعتها يحل ربنا. لا كنتش ناسي انه قتل ولدك؟ لا ما ناسيش ما ناسيش يا ابوي، وطاري ما حاسبوش. لا لا انت طارك دلوقتي، احنا بس نرجاه ويحل ربنا. ماشي يا ابوي. طيب قول لي محامي عمل ايه في موضوع شيكات المضروبه ده؟ لا قال لي ان الحكومه ما لقيتش المره اللي صرفت الفلوس دي. سقط دراعي، ما كانتش المره دي ضمن النسوان اللي شغالين عن صافي ناس. وصافي ناس دي لقيت فين دفتر شيكاتك؟ اكيد لقيته في السرايا هنا، بس انا ما شفتهاش. سرقت الدفتر من ورايا وانا قاعد في السرايا، ولدي ما عرفش اعمل حاجه. بالحق صفوت ابو اليسر كلمني وقال لي انه جاي قريب يزورنا هنا في الصفوانيه. والله ايوه انس وشرف، تعرف يبقى جه في وقته. جه في وقته؟ ليه يا ابوي؟ ان صفوت ابو اليسر ده هو الوحيد اللي هيعرف مكان هيمه وهيجيبوا لنا لحد هنا. طب انت ايه اللي مزعلك في حاجه زي دي؟ لا انا كان قصدي بس. شوف يا شناوي، أنا مش عايز أزعل منك، وأنت عارف إن بلاويك كتيرة. أنا المحكمة برأتني
لكن في ملفات كتيرة لسه ما اتفتحتش، والعفريت لو أنا حضرته مش هتعرف تصرفه. أنت بتهددني يا صفوت؟ افهمها زي ما تفهمها يا شناوي. ويكون في علمك أنا خلاص فضيت الشراكة اللي بيني وبينك، أنا هكتفي بشراكتي مع صوفي نزهان. الدرجة دي؟ ويكون في معلومك. نسيت أقول لك على حاجة مهمة. على فكرة جالك قرار بمنعك من السفر. مين؟ أنا ممنوع من السفر؟ أيوه، لغاية صفي نزهان متين زايد عندي هنا بتقول لي خلاص شوشو ما بقاش يضايقني. هادي الليلة ترد عليا يا مصلحي ما تردش ليه؟ دي لك كام يوم ما بتردش علي؟ ايه ايه؟ سيبها لكم جد جرى ولا حاجة. لكون نصر اعترفت ان جد زور ورق عشان يقولوا اني موت. هذه الليلة السوداء. وفين دلو؟ وفين دلو فاجمني؟ طيب شكر، مع السلامة. الماضي بتاعك اتقبل والحكم قريب. استعجل علي يا صفوت بيه؟ عايزك تسلم نفسك. استعجل على اعدامي؟ اعدام ايه بس يا ابوي؟ يا هارون انت هتسلم نفسك، عايزك يتحكم عليك في اقرب وقت. عارف ليه؟ ليه يا ابو الاسد؟ عشان اجيب لك عفو. وفي جنابك ما عرفتش تجيب العفو ده؟ ابقى انا رحت حبل المشنق برجلي. والله ده اللي في ايدي، ما عنديش غير كده. طب انا عندي حل تاني في براءتي، والبراءه دي في يدك انت يا صفوت باشا. ازاي يا هارون؟ هي اصلها طلعت من بدري يا حاج، ولما سالناها رايحه فين قالت انها رايحه في زياره ناس قريبها. ايوه، وكانت عم تبكي وما نطقتش بكلمه، ولما سالتها مالك ما رضيتش تجاوب حد. حد يزعلها؟ ابدا ما حدش زعلها. ليها جراي ولا ليها معارف؟ راحت فين دي ما عرفهاش؟ زين ما عملت غرض بفضيحتها، انا عندي بنت وما نقصاش فضايح. عندك بنت وبقى تتجي لها عشان كله سلف ودين حتى المشي على الرجلين، واللي عنده وليه عنده رقبه طريه. خلاص يما خلاص انا هقوم عشان اريحك، وبالمره هكلم احمد اقول له يكلم علاء يبشره بالخبر الزين ونفرح عروستنا. فين الخبر الزين في اللي احنا فيه ده؟ خير يا حاج؟ فضايح ايه كفل الشر؟ خبر يا حاج يا فيه. عارفين؟ ما يدخلش علي الفرح سالك أبداً.